تكلمنا في الحلقة الماضية على مشاكل ديال العظم، مرض العظم، وكيفاش خصنا ولا بد تشخيص مبكر والأسباب ديالو والأعراض. دابا خصني كنتكلمك على العلاج ديالو، العلاج ديال مرض العظم. المسألة الأولى وهي التوعية، خاص ولا بد المريض يكون واعي بلي عنده في فمه واحد المشكل ديال العظم اللي خصو طبيب جراحي أسنان غادي يدير الخدمة ديالو في العلاج، وخاصته هو ياخذ المسؤوليه ديالو في النظافه. لهذا التوعيه جد مهمه. النظافه خاص تكون مقننه بالفرشات الملائمه، خاص ثلاثه المرات في النهار يحك سنانو من الاحمر الابيض. خاص ولا بد واحد لي بروسات انتردونتير اللي خصنا ولا بد يستعملهم اللي باش يدوزهم ما بين الاسنان. علاش؟ حيت راه كاين مشكل ديال العظم، يعني العظم هبط على المستوى ديالو، اذا كاين تغارات، كاين جيوب، كاين الخوا، كاين فراغ اللي خصو ولا بد ينقيه باستمرار. كاين واحد من غير النظافة بالشيتا وبال لي بروسات انتردونتير كنعطيو محلول انتيسيبتيك يشلل به حتى هو مره، وخاص ولا بد يتبع النصائح ديال الطبيب ديالو. حيت اول مره، اول حاجه قلنا التوعيه، مور التوعيه خاص ولا بد نقيو الاسنان. اولا نقيو الاسنان، التكريط يعني ديتاكتراج، ومن بعد نقيو اللحم حيت كاين جيوب في اللثه. هذوك الجيوب خصنا كلهم نخويوهم، نقيهم مزيان، كاع داك لو تيسو دو غرانولاسيون، اللثه مريضه وداكشي كلشي كيتنقى مزيان. ونستعملوا اللايزر حتى هو. عندنا اللايزر راه درنا واحد كيفاش نقولوا الدور جد مهم باش حتى هو كييبس هذوك الجيوب، البكتيريا اللي كتبقى في وسط الجيوب. وبعض المرات كنديروا جراحه الا كان الجيوب كبار بزاف، عشرات المليمترات ولا، خصنا ولا بد نحلو ونقيو مزيان. خاص ولا بد من نكرطو، نديرو ديتاكتراج، ونقيو اللحم مزيان، اللثة، ونقيو اللثة مزيان. خاص ولا بد نعطيو المضادات الحيوية يعني لي زونتيبيوتيك باش ياخذهم واحد المدة، وغادي هذا المريض غادي يعتني يولي يكون عنده واحد ليجين دو في. خاص ولا بد يبقى يحك باستمرار، وباستمرار يمشي يشوف طبيب الأسنان باش في كل مرحلة يتبع هاد الحالة ديالو باش ما يعاودش يرجع له المرض، وباش ما يضيعش الأسنان ديالو.